بما شئت مدحا فيه واحتاكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي فإن فضل رسول الله ليس لولا سبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يوم دار شر إمامي ويصلي وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يغفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ للصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه على ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد. قرين الذي جعل مع الله قدمت إليكم بالوعيد. ما تبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر